فيلم إيراني، بس شوف التمثيل، شوف شلون هذا المسيحي اللي هو خطب بنية 38 مرة وهو مسيحي وما طوها إليه، بالأخير قالوا له تعال خطب بيوم الخطوبة وسمع ألام الناصر أن ينصرنا. باوع قالها من يقول؟ قالوا له شبيك هاي شكوا بيه مسودن. قالوا عمه واحد يصيح بذني ألام الناصر أن ينصرني؟ قالوا اكو واحد يريد مساعدة؟ قالوا له أنت تحكي بكيفك. فواحد من ذول الجالسين أهلها قال لهم الحسين اليوم كتله مسلم بن عقيل، والله هو قلنا له لا تروح، لان هو الحسين رايح على مود الرئاسه، فهو تخبل، لان هو الحسين كان سبب باسلامه هذا المسيح. الحسين ابا عبد الله كان سبب باسلام هذا المسيح، وكان واحد حداد هو اللي يشرح له عن الاسلام، وهذا من يجي المسيح يقعد يمه. فقال له هذا الحسين وهذا هالشكل وابن بيت رسول الله وانسان ورع ومؤمن وكذا، يعني في وقتها. فهذا بعد ما جاي المأذون عود يخطبها على سنة الله ورسوله، رأسا لزم سيفه وركب. احنا عندنا عيب اذا واحد يريد يخطب مرة وانه بيعوفها ويشرد، شفت عليها شيء خطية، المرة تصرقعت اهاليها تصرقعوا، ليش احنا شبيها بتنا؟ المهم هذا وين راح المسيحي؟ راح للحداد، لان قالوا له الحسين راح الكربلاء وراح ينكتيل، فخلنا نروح نهد وياه. فاجى لقى الحداد صاحبه معزل محله صف نجار، قال له وين هذا صاحبي؟ قال له راح، صار ليومين التحق في ركب الامام الحسين، وهي كانت صادف يوم تاسوعاء، يعني يوم 9 محرم. عمت عيني عليك يا ابو عبد الله. ورقف حصانه وراح ولقى الامام الحسين قبل ساعات ناحرينه وسابين عياله، قام يشيل ويلطم على راسه. اجت السيده زينب طته هذا البيره، قالت له روح انقل واقعتنا وقصتنا ومظلوميتنا.